السلام قبل الكلام أصدقائي. صديقي إذا حابب تبدأ بتداول الفوركس أو أنت متداول قديم وتعبت من الخسارة، صديقي بدعوك لتنضم لمجموعتنا. مجموعتنا ضخمة وبتضم صفقات ناجحة. إذا حابب تضاعف رأس مالك وتحصل على الحرية المالية، منقدم لك نحن صديقي توصياتنا المجانية وبالإضافة لكورسات تعليمية. ما عليك صديقي إلا تنضم لوكالتنا بمنصة أكسينز وتسجل على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتحصل على أرباح أكثر من 500% بالشهر. صديقي نحن بنشتغل على منصة أكسينز، واجهة سهلة تداول، ومنقدم لك خدماتنا الكاملة بهاي المنصة. صديقي لا تنسى تعمل اشتراك قناة اليوتيوب وقناة التليجرام وتراسلني على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وهلا شباب خلونا ننتقل للمحتوى. العملة ترند رقم واحد، اليو اس دي سي ارتفاع اكثر من 200% وانفجار عملة لونا كلاسيك. منصة باينانس عملت مفاجأة بمثابة القنبلة لجمهور اللونة. نعم أصدقائي الانفجار مستمر إلى أرقام حرفيا ممكن تصدمك. صديقي الاشتراك بقناة التليجرام ضروري لحتى تأخذ أهم الأخبار عن عملة لونة كلاسيك وعملة اليو اس دي سي. العملة اليو اس دي سي رقم واحد بالماركت كاب. صديقي منصة باينانس تطلق عقدة التشفير اليو اس دي سي الدائم. شباب من المقرر تقدم باينانس عقد دائم جديد لليو اس دي سي اليوم، يوفر للمتداولين رافعة مالية تصل أكثر من 50 ضعف. طبعا عملة اليو اس دي سي وعملة لونا مرتبطين بنظام واحد بي اي. يسمح المنتج الجديد التداول يو اس دي دي، وطبعا هالخطوة هي أتت بعد ما أوقفوا سك اليو اس دي سي، يعني لا جديد من الرموز. أيضا أدخلوا آلية حرق جديدة لعملة لونا كلاسيك، حرفيا بدأوا بعملية إحياء عملة اللونا. أيضا صديقي بعد يومين ممكن نشوف خبر ضخم جدا. صديقي بحال تأكد الخبر أنا فورا راح أعلن عنه. لذلك صديقي مهم كتير تعمل اشتراك بقناة التليجرام وقناة اليوتيوب لحتى أقدر أوفيك بالأخبار أول بأول. وطبعا صديقي أنا عملة اللونة أهدافي فيها 0.3012 و3015، أيضا صديقي 3018 أهداف عملة لونة كلاسيك. صديقي الضخ الكبير فوليوم عالي. صديقي بدأت الأنظار تتجه نحو عملة لونة كلاسيك. صديقي إذا كنت بتفضل أخبار هاي العملة مهم كتير تعمل اشتراك.